جمعية رسالة هي جمعية كوناها مؤخرا من ناس يعني مثقفة، من ناس عندها خبرة مهنية في شتى يعني جل ميادين، اللي القانون، اللي الخدمات الاجتماعية، اللي يعني دراسة، حتى عندها تجربة في المدارس، لأن دي أهم حاجة نبقى نأكد عليها، المدارس. المدارس مهمة. مقر الجمعية في كومو، بس احنا شغالين نشتغل الحمد لله في اللومبارديا، في جهة شمال إيطاليا كله، في كل البلديات، في كل يعني اللي احنا محتاج لنا، احنا يعني جنود الخفاء بنروح ونعمل شغلنا. انا من طبعي لم نشمل كل شيء. الزوج لما يكون عنده مشكل، الزوجة لما تكون عندها مشكلة، والأطفال لما يكون عندهم مشكلة الاندماج في المدارس، في المجتمع يعني عامة، يكون حتى تعاون ما بيننا وما بين الأطر المحلية، مش عارفة يعني المدارس، مساعدة اجتماعية، طلب السكن الاجتماعي، القوانين. المكتب هذا عندي أنا شغالة، يعني بشتغل في أول شغل كان عندي هو شغل في مديرية أمن ميلانو، وكنت أول عربية مغربية اشتغلت في مديرية أمن ميلانو، واللي حيشوف صورتي ربما الشكل تغير، بس أنا هي مدام نادية اللي كانت شغالة من سنة 98 إلى يومين. رسالة مفتوحة لكل الجالية العربية، لكل الجالية العربية، مش خلاص يعني الجالية المغربية، لا، احنا بنشتغل على كل الجاليات. اللي يعني عنده رغبة انه ينضم لجمعية رسالة، يعني الاعضاء اللي مؤسسينها بناخد موعد، يعني ناخد استشارة حتى ما بين الكونسيليو تشيدي، يعني المقر الاستشاري للجمعية، واي حد يعني حابب ينضم هنا احنا بنرحب به. المهم احنا يكون عندنا هدف واحد، الهدف النبيل ان احنا نقدم يد مساعده للناس اللي عندها يعني مشاكل ومحتاجه لنا. الهدف احنا كلنا عندنا شغلنا، وكلنا والحمد لله كلنا من سنين هنا في ايطاليا، والهدف هو اننا نساعد اللي محتاج. بس انا ممكن اقول حاجه يعني ممكن ما تعجبش ناس كثيره، انا ما بساعدش اي حد يجيني هنا ويحكي لي حكايه يعني كده. انا لازم اكون متاكده من انه عنده مشكل، واتاكد من نفسي او من اعضاء الجاليه، كل واحد انا عنده مهمته يعمل كده والثاني يعمل هذا، واحنا يعني تحت امر كل الجاليه العربيه، وانا سالم باللي حابب ينضم الينا.